مع شديد الأسف السيد أبلاس خارث هادي عامري سروكي هاو بيماني فتح لا كونغريكي روجناماني دا رايغان هل سرتاو بروان وابوا كام هل بجاردنا لكاتيكي گونجاو دا بريو ناچت لقلويج دا چاوري اويا ندكرت بمشي ويا ساخت كاريب كريت سروكي هاو بيماني فتح انجامي هل بجاردني پیش وقت عراق رد کردو آماجي بودا كدبيد ياسا ام هليا راست كاتوا المفوضية خالفت القانون مخالفة قانون مادة 38 من القانون مال فتح كوميسيون ياساي بيشل كردوا متابد مادة 38 لكرنوي صندوق كاني دنگدان هر وهابيني نيتانا كان وك بيويز نبوا تنها چاوكي بيخشان دراوا نتوي گرتو كان بو هاوكاري عراقاتون بلان مداخو بلاسخارد وك مندوبي سامي كاري دكرد نحن نرحب بالجهد الدولي اذا كان لمساعدة العراق أما نرفض أي جهد دولي يريد يفرض علينا إرادته وآرائه وما يريد يقرره هو لذلك رفضنا جب ما سيد بلاس خارث من هذا الباب باشان عدنان فيحان سركردي عصائبي أهل حق لرقي داتا شو سرجم أو بلغاني خستروا كدستيان كوتوا بيانوايا لو رقيوا ساختكاري أنجام دراوا إنما الشركة الفاحصة هي من أثبتت هذه المشكلة بنفسها من خلال قيامها. كومبانيا بشكنيني أميركان خوي بسندي أو كيشاني كردوه لأميركان لكاتي چاوديري كردني بنككان لروجي هالبجاردنو پنجموركاني نخوين دوتوا. لحفده بنكي بغداد كيشكا دوبارة بوتوا. أما هاليكي براكتيكي بوا نك تيوريو لكاتي تاخي كرنوا كان. على أرض الواقع يوم الانتخابات وكذلك مع ملاحظة أن شهادات كثيرة ظهر قسم منها في الإعلام من ضمنهم شخصيات معروفة مثل بعض معتمدي المرجعية الدينية العليا بالنجف الأشرف ونقصد به السيد رشيد الحسيني الذي خرج وقال أنه شوارچوي همانگی کالا هاو پیمانی فتح دولتي ياساو نصر حكمة بيقدين لنیو شعکان دا انجامی هلبجاردنی پیش وقت عراق رد کنوا بو اویج زیات لا پنجارو جل بردم ناوچی سوس لانگرانیان نارازایتی در دبرن بیستون سلام کورسات نیوز بغداد.